ماذا لو عديت 25 سنة؟ كل أفكارك عن الحياة بتتغير تماماً. كنت فاكر إنك هتبقى صاحب شركة أو على الأقل مدير كبير ومتجوز وبتفكر في الأطفال، لكن الحقيقة هو إنك يدوبك لسه بتبدأ الطريق. أوريدي حاولت في كام حاجة وفشلت فيهم، ودلوقتي بتبدأ حاجة جديدة الله أعلم هتكمل على إيه بعد 25 سنة. خلاص أنت مش مراهق ولا شاب في مقتبل العمر، أنت شاب كبير وعليك مسؤوليات. يلا اشتغل، يلا خلف، يلا جيب أولاد. خلاص كل اللي كنت بتشوفهم كبار قوي بقوا صحابك ومن جيلك وفي عز شبابهم، ده يدوبك 35-40 سنة، وكل اللي تحت 25 سنة بالنسبة لك لسه ما شافش الحياة الحقيقية. بعد 25 بيهدى شعورك بالتمرد اللي كان عندك وانت مراهق، فتبدأ تفهم الحاجات أكتر وأعمق، فالتمرد يتحول لاستسلام وحالة من القرف المستمر، ويبدأ المنطق والعقل يقلل من ثورة أحاسيسك، فعمرك ما هتقع في الحب تاني بنفس الطريقة زي ما كنت أصغر، فتتقبل عيلتك زي ما هي وتبدأ تفهم تصرفات أهلك اللي كرهتها طول عمرك، دلوقتي بس فهمتها وبتتصالح معاها. بعد 25 سنة بتفهم الوقت، بتفهم إن الحاجات اللي عاوز تحققها مش هتحصل في يوم وليلة، دي محتاجة وقت طويل وشغل مستمر، فشخصيتك اللي كانت بتتنقل كل سنة شغل جديد وكل كام شهر اهتمام جديد هتختفي، وهتبقى أكتر تخصصاً والتزاماً في حياتك. شخصيتك اللي كانت بتهتم قوي برأي الناس وبتخاف منها برضو هتختفي، وهتبقى مش مهتم خالص، بتبقى أناني أكتر وبتميل إنك تعمل اللي يريحك أكتر من اللي بيريح الناس، وساعتها هتبدأ تفهم نفسك أكتر، بتحب تخرج مع الناس ولا بتحب تقعد في البيت، بتنام بدري ولا بتحب السهر، وهتكتشف إنك ممكن تنبسط في القعدة لوحدك في البيت، واحتمال كبير كل الأكلات اللي ما كنتش بتاكلها هتبقى بتاكلها عادي. كمان هتفهم ليه محتاج حب في حياتك، وهتعرف إنه محتاج مجهود ووقت، ورغم كده هتبدأ تتصالح مع فكرة إنك سنجل، وهتبقى سنجل وبتحب تمنجل عادي، اتكسر قلبك كم مرة وعرفت تصلحه وهتعرف تصلحه تاني. أخيراً هتتقبل إن أنت متعرفش كل حاجة، وساعات بتتلخبط بين الصح والغلط فبتغلط، وهتتقبل إن الحياة واسعة ومليانة فرص مش هتعرف تستغلهم، وتجارب مش هتلحق تعيشها، وهيفوتك حاجات كتير عادي. تجربتي بعد 25 فاجئتني الحقيقة، ولما دورت على السبب اتفاجئت، لأن اكتشفت إن كل اللي حسيته بعد 25 طبيعي، لأ وليه تفسير علمي ومنطقي كمان. مخنا فعلاً بيكمل نضجه بعد 25، مخك من أول ما بتتولد بيكون فيه عملية مستمرة من النضج، وآخر جزء بينضج هو الجزء المسؤول عن التفكير المنطقي، الفص الجبهي للدماغ، فبتتحول لشخص ناضج ومسؤول بشكل كامل عن أفكارك وأفعالك بعد 25 سنة. لو انت اقل من 25 سنة وحاسس ان اللي قلته ينطبق عليك اوريدي، فصدقني لسه ما تعرفش حاجة ومش متخيلة الحياة بعد 30 هتكون عاملة ازاي، بس اهو هنكتشفها سوا، او لو انت 30ي فقول لنا. المهم ان الحياة بعد 25 مش ممتعة زي ما كنت فاكرة، بس دلوقتي على الاقل انا عارفة اني مسؤولة اكتر من اي وقت، واني هفشل تاني وهغلط تاني وهيتكسر قلبي تاني، بس دلوقتي على الاقل انا اقوى وأسكى وأنضج، واللي جاي مش هيبقى أحسن ولا حاجة، بس هو مثير أكتر.